فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني درس المغني اليوم كله عن الشمس وعلى أدوات معرفة القبلة عن طريق الشمس. صراحة يعني الإنسان مش متطلع في هذا الباب الفلكي، لكن يعرف منه القليل الذي ممكن يعرف منها القبلة، لكن أصلها في قول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. يعني أنا أعرف عمليا كيف بالنجوم في الليل يعني اتجاه القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة فيها الاجتهاد في النظر إلى القبلة، والقبلة شرط صحة الصلاة منوط بها. اللهم أمين. قال والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها، وإن كان جاهلا بأحكام الشرع فإن كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن جهل غيره. يعني مسألة التخصص واحترام التخصص في هذا الباب، ولأنه يتمكن من استقبالها بدليله فكان مجتهدا فيها كالفقيه. ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو مقلد عن علم غيره، وإن علم علوم غيرها. وأوثق أدلة القبلة يعني معرفة القبلة النجوم. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وهذا هو الأساس، لها طريقة معينة لمعرفة اتجاه القبلة منهم. قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وأكادها القطب الشمالي وهو نجم يعني خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها في القدان وفي الأخرى الجد وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل. هذا بيظهر صراحة في الليل في الصحراء، كنا ننظر إليها ونعلم اتجاه القبلة نصلي بها. نسأل الله أن ييسر لنا الحج والعمرة. كان هذا كله كنا نسافر بالبر على الى 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 الحرم، فبفضل من ربنا كنا نعرف القبلة لصلاة المغرب او العشاء في الطريق او الفجر ايضا بهذه الطريقة. في النجوم لها طريقة معانا تعرف فيعرف ان اتجاه القبلة منهم. يقول هذه فراشة حول القطب دوران، فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة، دورة في الليل نصفها ونصفها وفي النهار نصفها، فأكون الجد عند طلوع الشمس في مكان في القدين عند غروبها. ويمكن الاستدلال بها على ساعات الليل وأوقاته والأزمنة لمن عرفها وعلم كيفية دورانها وحولها بنات نعش مما يلي في القدين تدور حولها. والقطب لا يبرح مكانه في جميع الأزمان ولا يتغير كما لا يتغير سفود الرحى بدورانه. سؤال عجيب. وقيل أنه يتغير تغيرا يسيرا لا يتبين ولا يؤثر، وهو نجم خفي يراه حديد النظر فقط إذا لم يكن القمر طالعا، فإذا قوي نور القمر خفية، فإذا استدبرته في الأرض الشامية كنت مستقبلا الكعبة. وقيل أنه ينحرف في دمشق وما قربها إلى المشرق قليلا، وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر، وإن كان بحراني وما قربها اعتدل وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف. وقيل أعدل القبلة قبلة حران، وإن كان بالعراق جعل القطب حذو ظهر أذنه اليمنى على علوها فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام، ومتى استدبر الفرقدين أو الجد في حال علو أحدهما ونزول الآخر على الاعتدال كان ذلك كاستدبار القطب، وإن استدبره في غير هذه الحال كان مستقبلا الجهة، فإذا استدبر الشرقي منها كان منحرفا
يعني إلى الغرب قليلا، واستدبر الغربي كان من حلف الشرق، واستدبر بنات نعش كان مستقلا للجهة. صراحة كل هذا لا أعرف منه شيء. المسألة متعرف في النظر إلى السماء، فإن وجدت كشبه النجوم كشبه ملعقة هكذا ممدودة اليد والثلاث نجوم حولها، يكون هذا الاتجاه واتجاه القبلة، يسير بهذه الطريقة. أما بالتعقيد هذا التفصيل، الحمد لله الذي جعلنا نعرف بآلات الآلات التي تستطيع منها أن تعرف القبلة، سهل جدا على الإنسان أن يأخذ هذه الآلة ويستطيع أن يصل بها إلى اتجاه القبلة. فصل: ومنازل الشمس، ومنازل الشمس والقمر، وهي 28 منزلا، وهي السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة، وكل هذا ما أحد يعرف عنه شيئا، والهنعة والذراع والنسرة والطرف أو الطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانة، وهذا علم أيضا ما لنا له فيه سبيل، وعلم فلك والإكليل والقلب والشولة والأسماء، هذه من أين أتوا به؟ يعني لما سموا هذه الأسماء؟ أنا ما أعرف. والنعيم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم، هذا 28 منزل، ووطن حوت منها 14 شامية تطلع من وسط المشرق أو ما إلى الشمال، عنه إلى الشمال قليلا، أولها الشرطان وآخرها السماك، ومنها 14 يمانية تطلع من المشرق أو ما يليه إلى التيامن، أولها الغفر وآخرها بطن الحوت، ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمنية، إذا طلع أحدهما غاب رقيبه، وينزل القمر كل ليلة منزلا أو منزلة منها قريبة منه، ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إن لله إن إليه راجعون، إن لله إن إليه راجعون. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ قلت لكم الأمة يدق لها طبول الخطر، الأمة يدق لها طبول الخطر. باشمهندس محمد بيقول شيخ فضيل الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق: اغتيل، اللهم اسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين، اللهم اجعله شهيدا في سبيلك، اللهم اجعله شهيدا في سبيلك، اللهم اجعله شهيدا في سبيلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم استعان، المسألة صعبة جدا. نسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات، نسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات، نسأل الله أن يعظم للأمة الإسلامية الأجر والمثوبة ذلك، ويخلف على الأمة خيرا، اللهم اخلف على الأمة خيرا وأنت أرحم الراحمين. قال المصنف: الشمس تنزل بكل منزل منها 13 يوما، فيكون عودها إلى المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية، وهذا وهذه المنازل يكون منها في من بين غروب الشمس وطلوعها 14 منزلا من طلوعها إلى غروبها مثل ذلك، اللهم استعان. ووقت الفجر منها منا منزلان، ووقت المغرب منزل، وهو نصف السدس، سدس سواد الليل وسواد الليل 12 منزلا، وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، إلا أن أوائل الشامية وأواخر اليمنية تطلع من وسط المشرق، بحيث إذا طلع جعل الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة، وكذلك آخر الشامية وأول اليمنية يكون مقاربا لذلك، والمتوسط من الشامية وهو الذراع. عليكم السلام عليكم، وعليكم السلام عليكم. وما ليه من جانبيه يميل مطلع مطلعه إلى ناحية الشمال، والمتوسط من اليمنية نحو العقرب والنعايم والبلدة السعود، والسعود تميل مطالعها إلى اليمين، فاليماني منها يجعله من أمام كتفي اليسرى، والشامي يجعله خلف كتفي قريبا منها، والغارب منها يجعله عند كتفي الأيمن. كذلك وإن عرف المتوسط منها بأن يرى بينه وبين أفق السماء 7 منها هنا و7 منها هنا، استقبل ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسيره من عن يمينه وعن شماله، يكسر عدده حكمه ويستدل بها عليه
على ما تدل به عليه كالمصريين والشعريين النظم المقارن الهقع للهقع والسماك الرامح والفاكهة. من وين أتى بهذه الأسماء؟ ما أدري. عامة القاعدة في هذا الباب أن المجاور يأخذ له حكم المجاور. هذه مشكلة كبيرة مسألة الجغرافيا هذه. والتسمية أصل التسمية من وين أتت؟ يعني أصل التسمية من وين أتت؟ هذا أيضا نحتاج فيه إلى النظر. فصل: الشمس تطلع من المغرب وتغرب من المغرب، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها، وتكون في الشتاء في حال توسطها في قبلة المصلي، وفي الصيف محاذية لقبلته. هذا معروف ويظهر فيه هذا الباب على خير. قال فصل: القمر يبدو أول ليلة من الشهر هلال في المغرب عن يمين المصلي، ثم يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلي أو مائلا عنها قليلا، ثم يطلع على الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما، وليلة 21 يكون في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر، وليلة 28 يبدو عند الفجر كالهلال من المشرق، وتختلف مطالعه باختلاف منازله. فصل: والرياح كثيرة يستدل منها بأربع تهب من زوايا السماء: الجنوب تهب من الزوايا التي بين القبلة والمشرق مستقبلة بطن كتف المصلي، الأيسر من ميال وجهه إلى يمينه، والشمال والشمال مقابلتها تهب من الزوايا. صراحة وقت طويل فيها التي بين المغرب والشمال مارة إلى مهب. الجنوب والدبور تهب من الزاوية التي بين المغرب واليمين واليمن مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن مارة إلى الزاوية المقابلة لها، والصبأ مقابلتها تهب من ظهر المصلي، وربما هبت الرياح بين الحيطان والجبال فتدور فلا اعتبار بها، وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء لتنكب طريق الرياح المعروفة، وتعرف الرياح بصفتها وخصائصها، فهذا أصح ما يستدل به على القبلة. وذكر أصحابنا استدلال بالمياه وقالوا: الأنهار الكبار تجري عن يمينه عن يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل، وذلك مثل دجلة والفرات والنهروان، ولا اعتبار بالأنهار المحدثة لأنها تحدث بحسب الحاجات إلى الجهات المختلفة، ولا بالسواقي والأنهار الصغار لأنها لا ضابط لها، ولا بنهرين يجريان من يسرة المصلي إلى يمينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا علم من علام المغرب أيضا، قد توفي رحمة الله عليه، ما أدري ما أقول. الأمة في خطر، الأمر ينبئ بخطر عظيم، الأمر ينبئ بخطر عظيم، والتضييق يؤذن بإهطال البلاء. يقول: والأنهار الصغار، يعني معرفة القبلة عن طريق الأنهار. طيب هو قال الأنهار الصغار لأنها لا ضابط لها، ولا بنهرين يجريان من يسرة المصلي إلى يميني، فأحدهما العاص بالشام، نعم، وزيحون بالمشرق، وهذا الذي ذكروه لا ينضبط بضابط، فإن كثيرا من أنهار الشام تجري على غير السمت الذي ذكروه، فالأردن يجي نحو القبلة، وكثير منها يجي نحو البحر حيث كان منها حتى يصب فيه، وإن اختصت الدلالة بما ذكروه فليس شيء منها في الشام، سواء العاص والقراء والفرات حد الشام من ناحية المشرق. فمن علم هذه الأدلة فهو مجتهد، يستدل أهل كل بلد بأدلة تخص بلدهم أو تخص هذا البلد في معرفة القبلة من جبالها وأنهارها وغير ذلك من هذا الباب. مسألة الأنهار وغيرها مررنا عليها. عندنا مسألة أخيرة في المغني اليوم. المغني كله تصور فلكي محض، التصور الفلكي المحض يعني فيه صعوبة أن يتقنه المرء إلا أن يكون متخصصا. قال فصل: إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى لازمه إعادة اجتهاد. طبعا احنا نقول في هذا الباب أنه من أدى ما عليه فإنه يترتب عليه الحكم، كل من أدى ما عليه يترتب عليه الحكم. كيف ذلك؟ يعني يترتب الحكم على
الاجتهاد. العموم قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا اجتهد في صلاه فصلاته صحيحه حتى ولو خالف القبله، صلاته صحيحه، لانه الاربعه سافروا وكل منهم اتجه اتجاها. وفي الصباح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصلوا كل واحد الى اتجاه ما امر واحدا منهم على الاعاده بحال من الاحوال. إذا صلى صلاة واجب عليه في الصلاة الأخرى أن يجتهد، وقد يتغير الاجتهاد. وقد قلنا قبل ذلك أن عمر بن الخطاب حكم بحكم، والعام الذي بعده حكم بحكم، فلما رجعوه في ذلك قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. نعم 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 نعم. مسألة مشكلة، مسألة الأداء اللي درسوا دراسة أدبية الجغرافيا والتاريخ قد يكونون من أعرف الناس بذلك أكثر منا، درسوا الكيمياء والعلوم قد يفهمون في مسائل الطاقة الشمسية وهذا الباب والتحرك والمنازل قد يفهمون بعض الشيء منها. لكن كما قلت أنا بينت كيفية معرفة المكان بهذا الباب. عزمه لإعادة الاجتهاد كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها لازم إعادة الاجتهاد، وهذا مذهب الشافعي وهذا صحيح. كما قلت على عمر بن الخطاب قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فإن تغير اجتهاده وعمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول، ولم يعد ياسف ما صلى بالأول، كما لو تغير اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثة الثانية نعم ولم ينقض حكمه الأول، وهذا لا نعلم فيه خلافا. فإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار إلى الجهة الثانية وبنى على ما مضى من صلاته، نص عليه أحمد من في رواية الجماعة رضي الله عنك يا عائشة أحسن الله لك. وقال ابن أبي موسى والآمدي لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الأول لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والقاعدة عند العلماء الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد، ولما قلنا بأنهم عاودوه يعني راجعوه، لما عاودوه وراجعوه قال النبي قال عمر بن الخطاب هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولنا أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجز له الصلاة إلى غيرها، كما لو أراد صلاة أخرى لأنه أداه اجتهاده إلى غير هذه الجهة فلم يجز له الصلاة إلى سائر يعني إليها كسائر محل الوفاق، وليس هذا نقضا للاجتهاد ونمع به في المستقبل كما في الصلاة الأخرى. يعني هو في كل صلاة لابد أن ينظر في ذلك. طيب الصوت يتقطع. لحظات أرجو أن يكون التقطع قد انتهى. نعم رضي الله عنكم أحسن الله عليكم. يقول وإنما يكون نقضا للاجتهاد أن لو ألزمناه إعادة ما مضى من صلاته ولم نعتد له به فإنما يبقى اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى، ولم يؤدي اجتهاده إلى الجهة الأخرى فإنه يبني على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها. فإن بان له يقين الخطأ في الصلاة بمشاهدة أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب، وبنى كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا، وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك. وإن بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة كرجل كان يصلي إلى جهة فرأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدري أهو في المشرق أم في المغرب واحتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته لأنه لا يمكن استدامتها إلى غير القبلة. لأنه هنا طالما شك أن هذا هو اتجاه القبلة قلنا له أنت الآن داخل على شك في أمر لابد أن تستقيم منه، وهو شرط أصيل لصحة الصلاة وهي اتجاه القبلة. لا يتجه إلى القبلة إلا بنعم، لأن الله جل وعلا قال وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره، فلا بد من استقبال القبلة لتصح الصلاة. فإن استقبل شاكا في الجهة فنقول إذن أنت لابد أن تدخل الصلاة بيقين على أنك استقبلت. القول النبي صلى الله عليه وسلم العربي استقبل القبلة، قال أسبغ الوضوء، وفي رواية قال توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر. وإنما يكون نقضا للاجتهاد أن لو ألزمناه إعادة ما مضى من صلاته لم نعتد له به فلم يبقى اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى، ولم يعد اجتهاده إلى الجهة الأخرى فإنه يبني على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى توجه إليها. فإن بان له يقين الخطأ في الصلاة بمشاهدة أو خبر
عن يقين استدار إلى جهة الصواب، كما حدث في قباء قال إني سمعت أنه أنزل إني صليت مع رسول الله وقد توجه نحو البيت الحرام، فاستداروا جميعا من بيت المقدس بالعكس في المدينة إلى البيت الحرام. وإن شك في اجتهادي لم يزل عن جهتي، لأن الاجتهاد ظاهر فلزل عنه بالشك. وإن بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة، كرجل كان يصلي إلى جهة فرأى بعض منازل القمر في قبلته، لم يدري هو في المشرق أو المغرب واحتاج إلى الاجتهاد، بطلت صلاته لأنه لم يجلس دمته على غير القبلة كما بينا في هذا الباب. لكن لو هو دخل على غالب الظن في الاجتهاد إلى جهة وجاءه الشك بعد ذلك، نطبق عليه قاعدة أن طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين. هذا بالنسبة لهذه المسائل. لعل هذه المسألة الأخيرة على الأقل يكون فيها روح الفقه في هذا الباب، وروح الفقه مهم جدا في هذا الباب. أسئلة تفضلوا حتى ندخل على ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.